أقسام هنا وهناك، فوضى عمت المكان، أثاث ألقي به خارج الجدران القصديرية رغما عن أنفه، وأصوات علت الحناجر تضامنا مع جيرانهم أمام وجه سياج أمني مشدد. إنهم ساكنة كريان طوما بسيدي مومن، منتفضين هذه المرة لا أمام القدر بل أمام حكم قضائي صدر في حق السبع حالات القاطنة بذات الكريان، ومنددين أمام مراوغة المنعش العقاري الذي خلف وعوده. عندي 10 ديال الولاد كلهم رجاله وما خداميش، فاش غنخلصو؟ وفي الاخر قال لي نصور العروبيه شي محلات غير صغيوين، والله ما تسرحش لك. اللي كان نعطيكم 25 مليون وتمشي تقلبوا المحلات، قلنا غنمشي نقلبوا المحلات غادي نشوفوهم ونجيو ندو حوايجنا ونجيو ندور معاك التزام. لا قال يديروا معايا التزام هو الاول، وريبوا محلاتكم وعير سيروا قلبوا، وشكون غيضمن لنا هو؟ نحن نديروا معاه التزام وريبوا حوايجنا ونحيدوا حوايجنا برا، الناس كيريبوا في الحوايج وحنا غادي نمشيو. فين هما هاد المحلات؟ شناهم؟ إلا قالك شت المحلات وما مشيتليش أنا نتعاقب، ماشي عن ماشي مشى على الحبس، أنا نتعاقب دابا. ما كاينش هاد الهضره اللي كيقول هو، ما كايناش. المنسق للسكن بحي الصفيح سيدي مومن له رأي مخالف يمكن أن يحد من السكن العشوائي. البراكه حنا كنحاربوا السكن العشوائي، ملي كتعطي السيد 20 مليون ولا 15 مليون 10 مليون كنحيدوا البراكه من سيدي مومن غنلقاوه في السبيت ولا في بلاصه اخرى، حنا ضد الفلوس. المنعش العقاري امتنع عن اعطاء المبالغ الماليه التي وعد بها لساكنه الحي. عيطوا للسيد المكلف بالمشروع اللي هو هذا السيد مول الاقامه سميتو، جا عندنا قال لك اودي هاد الناس انا درت معاهم 20 مليون، انا اودي الله يجزيك بخير وبسنا لي على راسه وحشومه هاد الناس يتفرغوا، وراه انا غدا معرض للافراغ، راه انا في التيتير ديال هذا. قال لك واش بغيتي ايوا الناس يسكنوا؟ قال لك سيدي انا التزم ب 25 مليون ولكن ما نعطيهمش الفلوس، يمكن شي واحد يمشي يقمر بهم، يمكن نخلي وليداتو في الشارع، يمكن بزاف ديال الحوايج. قال لك انا ما نعطيش الفلوس. قال لك انا نخلصها كاش، اللي بغينا هاد الناس ياخذوا السكن ديالهم يسكنوا. انا باقي كنقول دابا وهذا الشيء علاش جينا هنا. من ضياع وسط أزقة الكريان الضيقة إلى ضياع تحت خيام تزعزعها الأقدار كلما حلت وارتحلت. عندنا كيطون هنا ما عندناش فين نمشيو، ما عندناش والو، ما عندنا فين نحطو حوايجنا، غنحطهم هنا وندورو كيطون تيحن علينا الله.